تالت algorithm من ال page replacement algorithms اسمها least recently used. الشرح بيحكي لنا replace the page that has not been used for the largest period of time، يعني شيل ال page اللي ما استخدمتها لأطول مدة زمنية. هلأ ال optimal كانت بتعتمد على المستقبل، هون ال least recently used بتعتمد على الماضي. هذا السؤال لازم نحله شوي شوي لأنه أي خربطة فيه كتير بغلب إنه تعاد تعيده. عندنا 3 pages، فأول إشي حندخل الخمسة. لما نيجي بدنا ندخل الخمسة رح نحط معاها إشي اسمه تايمر. التايمر عبارة إنه هاي الخمسة بنحط فوقيها زيرو، إنه هي دخلت بالتايم زيرو. هلأ بدنا ندخل الصفر، الخمسة التايم لإلها زيرو، الصفر التايم لإلها واحد. هلأ بدنا ندخل الواحد، بنحط الخمسة، بنحط الزيرو، الواحد حيكون التايم لإله تنان. هلأ بس نيجي بدنا ندخل التنان ما بنعرف محل شو بدنا نحطها، فهو حكى لنا replace the page that has not been used for the largest period of time، يعني بدنا نشيل الرقم اللي جنبه أصغر تايمر، أصغر تايمر بين هدول اللي هو الزيرو، فأنا رح أشيل الزيرو وأحط محله تنان. التايم لإلها رح يكون تلاتة، الزيرو التايم لإلها واحد، والواحد التايم لإلها تنان. هلأ الزيرو موجودة، ما رح نحط نقاط لأنه رح نعمل إشي جديد. الإشي اللي رح نعمله إنه رح نحدث التايمر تاع الزيرو، فالتايمر تاع التنان مثل ما هو. التايمر تاع الزيرو رح أشوف هون أكبر تايمر ثلاثة، فهاي التايمر لإلها رح يصير أربعة. هون الواحد التايمر لإلها مثل ما هو. هلأ عنا الثلاثة، بدنا ندخل الثلاثة، رح نحطها محل أقل تايمر، أقل تايمر اللي هو تنان، فرح أحطها محل الواحد. هاي الثلاثة التايمر لإلها خمسة اللي هو بعد أكبر تايمر. هلأ الزيرو موجودة، بس شو رح نعمل؟ رح نحدث التايمر تاعها. لاحظوا انه وقت التحديث ما بنحط نجمة لانه هذه مو باش فولت، فرح يكون التايمر لإلها ستة. هلأ الاربعة وين بدنا نحطها؟ محل اقل تايمر اللي هو التنان، تايمر لإلها ثلاث، رح نحط اربعة والتايمر لإلها سبعة. هلأ التنان رح نحطها محل الثلاثة، التايمر لإلها خمسة. ورح يكون التايمر لإلها تمانية. هلأ الثلاثة رح نحطها محل الصفر، التايمر لإلها ستة، أصغر تايمر بهدول. فالثلاثة رح يكون التايمر تاعها تسعة، التنان تمانية. هلأ الصفر رح نحطه محل الأربعة، تايمر لإلها سبعة، رح يكون التايمر للصفر عشرة. أوكي هلأ التلاتة موجودة، رح نحدث التايمر تاعها، رح يكون التايمر تاع التلاتة 11. هلأ التنين برضو موجودة، رح نحدث التايمر، رح يكون تايمر للتنين 12. هلأ الواحد رح نحطه محل الصفر لأنه الصفر هو له أصغر تايمر، فحيكون واحد والتايمر 13، 3 11 واثنين 12. هلأ التنين سوري التنين موجودة بس رح نحدث التايمر تاعها، رح يكون التايمر لإلها 14. هلأ الصفر مش موجود، نحطه محل الثلاثة، يكون 15. الواحد رح نحدث التايمر تاعه على 16. الخمسة مش موجودة، رح نحطها محل التنين لأنها أصغر تايمر. هلأ سوري الصفر موجودة، رح نحدث التايمر تاعها، رح يكون 18.
والخمسة رح يضل التايمر 17. آخر إشي الواحد موجودة، بس رح نعمل أبديت للتايمر 19، والصفر 18، والخمسة 17. هيك بنكون خلصنا list recently used وخلصنا ال page replacement algorithms كاملين. طبعا بنحسب ال page fault مثل ما تعلمنا، بنعد النجم هو بيكون number of page faults.